بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 84. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم وهم يتذاكرون المسيح الدجال وخروجه، لأنه فتنة عظيمة إذا خرج معه ما هو صورة الجنة وما هو صورة النار، ويأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، هذا مما أجراه الله على يده امتحانا للعباد. فمنهم من يغتر بالمسيح ويظن الدجال ويظن أنه ينفع ويضر وأنه يقدر على ما يريدون ويدفع عنهم ما يخافون، فتتعلق قلوبهم به فيحصل منهم الكفر والشرك بالله عز وجل بسبب هذا المسيح الدجال. فتنته عظيمة، وما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال، وأشدهم تحذيرا منه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج في على أمته، لأنه يخرج على أمة محمد فيحصل منه فتنة عظيمة. فهم يتذاكرونه من أجل الخوف منه ومن شره، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، الشرك الخفي. ما هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهو يزين صلاته من أجل هذا الرجل الذي ينظر إليه، ولا يزين صلاته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه خطير، أخطر من المسيح الدجال. فعلى المسلم أن يخاف من الرياء وأن يخلص أعماله لله عز وجل، وإذا خطر خاطر عليه من الرياء يدفعه بالإيمان بالله واستحضار عظمة الله فيزول عنه بإذن الله. لكنه خطير، يهلك كثيرا من هذه الأمة، فلذلك خافه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه.
وأثر هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى اشتد خوفهم منه، فجعلوا يتذاكرونه في مجالسهم من أجل التحذير منه والخوف منه. ولكن الرياء أشد خوفا على الأمة من المسيح الدجال، فهذا فيه الحذر من الرياء. الرياء ما هو؟ لما يرى من الأعمال. السمعة ما هي؟ لما يسمع من الأقوال. يزين صلاته من أجل أن يمدحه الناس، يحسن قراءته وصوته بالقرآن من أجل أن يمدحه الناس ويجتمعوا عليه ويصلون وراءه في مسجده. هذه السمعة. فالمسلم يحذر من هاتين الفتنتين، الرياء والسمعة، ويخلص أعماله وأقواله لله عز وجل. فإذا خطر لنفسه خاطر من ذلك يدفعه بالإخلاص لله عز وجل، ولا يضره إذا دفعه وذهب عنه وأخلص العمل لله عز وجل. نعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. نعم، الشرك ينقسم إلى أكبر مخرج من الملة، وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر الرياء، أن يتظاهر أو يحسن عمله من أجل نظر أحد إليه، هذا شرك أصغر وهو خطير. وهناك نوع ثالث وهو الشرك الخفي، شرك خفي ما يظهر عليه لا على أقواله ولا على أفعاله، وإنما في نيته وقصده من داخل نفسه، هذا يسمى الشرك الخفي. نعم. قوله عن أبي سعيد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر، والشرك فاحذره فشرك ظاهر، وهو الجلي الواضح الذي يراه الناس، وشرك غير ظاهر وهو الخفي، الشرك الخفي الذي في القلب، وهذا خطير جدا. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند لله أيا كان من حجر ومن إنسان، هذا الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو ظاهر، كالذين يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويزورون القبور، يسألون الأموات، يستعيذون بهم، وهذا كثير الآن في الأمصار كثير. وكانت هذه البلاد يكثر فيها هذا الشرك، لا سيما في البوادي والأعراب، حتى من الله عليها بدعوة الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله،
فأنقذ الله بسببه هذه البلاد، ولله الحمد، تعلموا التوحيد وصارت فيها مدارس للتوحيد في المساجد وفي غيرها. وفي العهد الأخير صارت المقررات التي تدرس في المدارس من كتب التوحيد والرسائل المختصرة المفيدة العظيمة. هذا من فضل الله على هذه البلاد. ثم إن دعوته انتشرت في خارج هذه البلاد، انتشرت في مصر، انتشرت في أفريقيا، انتشرت في الهند. أنصار السنة المحمدية هم على هذا الأثر ولله الحمد في كل مكان. أنصار السنة المحمدية، نعم، في مصر، في الشام، في أفريقيا، نعم. قوله عن أبي سعيد هو الخدري وتقدم، نعم. قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. الشرك الخفي هذا في النفس، ما يظهر على اللسان ولا على الأفعال، وإنما هو في النية والقصد. فقد يكون عنده شرك خفي ولا يراه الناس لأنه في قلبه وفي نيته وقصده، هذا خطير جدا يحبط العمل، إلا إذا من الله على صاحبه فرفضه. قد يقوم الإنسان يصلي، يقوم يتصدق، ينفق في سبيل الله، يجاهد، ثم يطرأ عليه هذا الشرك، فإن استمر معه أبطل عمله، وإن رفضه ورجع إلى الله لم يضره. فعلى المسلم، لأن الشيطان قريب منه يملي عليه هذا الشرك، فليحذر المسلم أن يدب إليه هذا الشرك فيحبط أعماله وهو لا يشعر. يتعلم التوحيد، يتعلم كيف يتخلص من دعاة الضلال. هناك دعاة من بني آدم يدعون إلى الشرك، يدعون إلى عبادة غير الله، يدرسون أولادهم ويدرسون من حولهم، يدرسونهم الشرك باسم التوسل، يسمونه التوسل، ما يسمونه شرك. يقولون هؤلاء صالحون ورجال طيبون يشفعون لنا عند الله، فينادونهم بأسماء، يا فلان اشفع لي، يا فلان افعل كذا وكذا، كما قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الأمر خطير، على المسلم يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك، يعرف الشرك، ما يقتصر على معرفة التوحيد، بل يعرف الشرك أيضا من أجل أن يتجنبه، من أجل أن يبتعد عنه، نعم. وعن شداد بن أوس قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنا نعد الرياء
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. أي نعم، الرياء أن يحسن عمله من أجل الناس، من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، هذا شرك في النية والقصد لا في العمل ولا في القول، فهذا خطير جدا، على المسلم أن يحذره. وقد يخطر على بال الإنسان فيدفعه ويخلص العمل لله عز وجل. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق. نعم، تصنع للمخلوق، إظهار العبادة وإظهار الزهد للمخلوق من أجل أن يمدحه، أن يثني عليه، فهذا أمر خطير جدا. نعم. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، فيسير الرياء، وأما الكثير فهذا كفر. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق، تصنع يعني التزين بالعبادة والزهد وإظهار محبة العمل الصالح. نعم. والحلف بغير الله، الحلف بغير الله كان يحلف بأبيه أو بمعظم من المعظمين، هذا شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. شك من الراوي، هل قال الرسول كفر أو قال أشرك؟ وكلاهما خطير، كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإن كان يعظم المخلوق الذي حلف به كما يعظم الله فهو شرك أكبر، يخرج من الملة. وإن كان لا يعظمه تعظيما كثيرا فهو شرك أصغر، وقد يكون أصغر في البداية ثم يتطور إلى الشرك الأكبر. على المسلم أن يحذر من الشرك، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. نعم. والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل كيسير الرياء، فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق، والتصنع للمخلوق إظهار العبادة والخوف والخشية عند الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. والحلف بغير الله، فالمسلم الصادق هو سواء كان عند الناس أو كان خاليا ليس عنده أحد، مخلص لله عز وجل متوجه إلى الله، هذا هو المؤمن الصادق. أما من كان يتصنع عند الناس إذا كانوا يرونه، وإذا خلى بنفسه بارز الله بالشرك والرياء والسمعة، فهذا هو الشرك المخرج من الملة. نعم. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئته، كل هذه أنواع من الشرك الأصغر، يكون بالأقوال كقول الرجل لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت،
لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. قد يكون بالأقوال، يكون بالأعمال، يكون بالقلب والنية. نعم. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، والواجب أن يقول ما شاء الله ثم شئت، فالمخلوق له مشيئة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المخلوق له مشيئة وله إرادة. نعم. ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك. وهذا من الله ومنك، يعني يعطف بالواو، الواو تقتضي التشريك، ولكن يقول ما شاء الله ثم شئت. هذا من الله ثم منك، يأتي بثم التي تجعل المخلوق بعد الخالق، ولا تجعله مع الله، تجعله بعده. ما شاء الله ثم شئت. نعم. لولا الله ثم أنت أو ثم فلان، إذا جاء بثم زال المحذور، لأن ثم تجعل المخلوق بعد الخالق، فهي تقتضي الترتيب والتعقيب، بخلاف الواو فهي لمطلق الجمع، هي لمطلق الجمع. ما شاء الله وشئت، يعني يجمع مشيئة الله مع مشيئة المخلوق بالواو، والواو تقتضي الجمع والتشريك، أما ثم تقتضي الترتيب. نعم. وأنا وبالله وأنا بالله وبك، أنا بالله وبك، يقول أنا بالله ثم بك، ولا يقول أنا بالله وبك، هذا شرك. نعم. وما لي إلا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، الواجب أن يقول ما لي إلا الله ثم أنت، ثم أنت. نعم. وأنا متوكل، وأنا متوكل على الله وعليك. نعم، يعني جمع بين الله وبين المخلوق بالتوكل وتفويض الأمور، الواجب أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك. نعم. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، لولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، هذا شرك، شرك في الأقوال. الواجب أن يقول لولا الله ثم أنت. نعم. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. أي نعم، إذا قصد أن المخلوق يساوي الخالق صار شركا أكبر، إذا لم يقصد هذا فهو شرك لفظي، شرك لفظي، يجب أن يتركه، وأن يقول أن يأتي بالواو أو بثم، لا يأتي بالواو لأن الواو تقتضي الجمع والتشريك، يأتي بثم، لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، وما أشبه ذلك. نعم. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. وقد يرتقي الشرك الأصغر في قوله ما لي إلا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، قال يرتقي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المخلوق يساوي الله جل وعلا في العمل وفي تحصيل المطلوب. نعم. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، لأن يكون العمل خالصا لله، هذا الذي ينفع العبد إذا أخلص عمله لله وأخلص نيته لله. ولا مانع أنه يعترف للمخلوق بما بذل من الأسباب ومن بحسب المخلوق،
لا يسويه بالله عز وجل، يعتبره من فعل المعروف، يقول جزاك الله خيرا وما أشبه ذلك. نعم. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله. الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خالصا صوابا، وإلا ما يقبل عند الله عز وجل، خالصا صوابا. نعم. وكذلك المتابعة. نعم. كما قال الفضيل. وكذلك المتابعة، متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، يخلص عمله لله ويتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعمل بالسنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعمل من غير دليل من الكتاب والسنة. نعم. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. فضيل بن عياض هذا من خيار الصالحين، كان في الأول من قطاع الطرق، كان يقطع الطريق وينهب أموال المسافرين، ثم من الله عليه فتاب إلى الله وأخلص عمله لله فصار من خواص أولياء الله رحمه الله. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم، يقولون إنه سبب توبته أنه تسور جدارا ليسرق، فسمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فأثرت فيه وتاب إلى الله وحسن عمله. نعم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. نعم، لابد من الشرطين، أن يكون خالصا لله، هذا شرط، والشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع الشرطان صح العمل وقبل، وإذا اختل شرط منهما رد الله عمله عليه. إذا كان لا يخلص النية لله وإنما يقصد الرياء، يقصد طمع الدنيا ولا يقصد وجه الله بعمله، عمله مردود عليه. وإذا كان خالصا لله لكنه ليس على سنة رسول الله فهو مردود أيضا وباطل، ما يقبل إلا ما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث من الفوائد قال الفضيل نعم، سئل الفضيل ما أخلصه وأصوبه، قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، لأنه يخاف على أمته، ولهذا لما وجدهم يبحثون عن المسيح الدجال ويتذاكرونه ويتحاذرونه قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. نعم.
شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. نعم، لأن الصالحين لا يشركون بالله الشرك الظاهر، وإنما قد يحصل لهم الشرك الخفي، الشرك الخفي تزيين الأعمال من أجل مدح الناس وثنائهم عليه. نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء، مع لا شك أن الصحابة سادات الأولياء، أفضل الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هذا النبي خافه عليهم، خاف من الشرك الأصغر عليهم. نعم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى فيه، يعني فيما مر في هذا الباب من الأحاديث، من الآيات والأحاديث، مسائل، وهذا فقه الباب، هذا فقه الباب، فهذه المسائل مسائل عظيمة. نعم. الأولى تفسير آية الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصالح ما هو؟ ما كان صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. الشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يكون خالصا، فيجمع بين الإخلاص لله والموافقة لسنة رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. نعم، مسألة عظيمة جدا، أن الله يرد العمل الصالح إذا كان فيه نية لغير الله، يرده الله ولا يقبله. نعم. الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى. وهو كمال الغنى. الغنى. نعم. كمال الغنى. الغنى. نعم. أي نعم. الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. نعم، لأنه جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، في رواية تركته وهو للذي أشرك، يعني أشركه مع الله. نعم. الخامسة: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة خير القرون، أصحابه الذين معه خافه عليهم، فكيف بغيرهم ممن يأتي بعدهم؟ علينا أن نحذر من هذا، نتجنبه. نعم. السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. يقوم يصلي لله، يصلي لله، لكن يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، ولو صلى وهو لا يراه أحد لم يزينها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من أنواع الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني يعمل عملا صالحا لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به طمعا دنيويا، يريد به طمعا
دنيويا، كان يجاهد في سبيل الله لأجل المغنم، لأجل المغنم للغنيمة، ما له أجر عند الله لأنه لم يخلص لله عز وجل. الغنيمة نعم هي أطيب الحلال، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هي أطيب المكاسب الغنيمة التي تحصل من الجهاد في سبيل الله مع الكفار، هم الذين تغنم أموالهم. أما المسلمون إذا جوهدوا لأنهم بغوا أو تعدوا، جوهدوا لردعهم، فلا تحل أموالهم، أموالهم لهم، لكن الكفار تؤخذ أموالهم غنيمة في سبيل الله عز وجل. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أطيب المكاسب المغانم التي تحصل من الجهاد في سبيل الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ الباب قبله ما؟ باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء. أي نعم. فإن قيل فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قلت: نعم، هات الترجمة الثانية. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أي نعم، ما الفرق بينهما؟ نعم. قلت: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء فهذا رياء كما تقدم بيانه كحال المنافقين. نعم. وهو أيضا إرادة للدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. نعم. ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا، كما في الحديث: تعس عبد الدينار، أو يجاهد للمغنم. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. نعم. أو يجاهد للمغنم. نعم. أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها شيخنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من المفسرين في معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. شيخنا يعني المصنف، مصنف كتاب التوحيد، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط. نعم. ينافي كمال التوحيد شرك، العمل من أجل الدنيا شرك، لكنه ليس شركا أكبر، ولكنه دون ذلك، دون الشرك الأكبر. نعم. شرك ينافي كمال التوحيد الواجب، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، والشرك الأكبر ينافي التوحيد من أصله. نعم. ويحبط الأعمال، الشرك الأكبر يعني. نعم. وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. نعم. وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه، والمؤمن يكون حذرا من هذا وهذا. الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وهذا مقيد في الآية الأخرى
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لمن مقيد، لمن نريد. نعم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي ما لها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآية رواه النحاس في ناسخه. رواه النحاس في ناسخه. في ناسخه، نعم، كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس. نعم. قوله: ثم نسختها أي قيدتها، فلم تبقى الآية على إطلاقها. نعم. وقال قتادة: نسخت عمومها ما نسخت أصلها، نسخت عمومها. نعم. وقال قتادة رحمه الله يقول: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يقضي إلى الآخرة، وليس له حسنة يعطى بها جزاء. نعم. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، ذكره ابن جرير بسنده. نعم. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح، عن حيوة بن شريح قال: حيوة عن حيوة بن شريح. نعم. قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه، أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس. أبو هريرة يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما سكت وخلى قلت: أنشدك بحق وحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته. لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد في هذا البيت، البيت نعم، في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم يعني بكى، بكى أبو هريرة. نعم. ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا ثم أفاق، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى أهل القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله. فأول من يدعو به، نعم، يدعو الله به يعني يناديه: يا فلان تعال. نعم. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن يعني حفظه. نعم. ورجل قتل في سبيل الله. نعم. ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. أين؟ قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار
فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل يقال فلان قارئ يعني ريا، بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فبماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نعم، أول من تسعر النار يوم القيامة بعالم لم يعمل بعلمه، وبمجاهد في سبيل الله لم يخلص نيته في الجهاد، بل يريد أن يقال هو شجاع، وقد قيل هو شجاع، هو بطل، هو نعم. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. نعم. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. نعم. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو يهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم،
فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، وكان السلف يخافون منها، يخافون من هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية مخيفة جدا، يجب على المسلم أن يقف عندها ويتأملها. نعم. قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين؟ الله شرط التقبل، شرط له التقوى، ومن يضمن لنفسه أنه من أهل التقوى؟ نعم. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس. قال يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير هذه الآية. نعم. ثم قال: بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. يعني الذي يغلب عليه الإخلاص لله أو يغلب عليه طمع الدنيا. نعم. وقد قال بعضهم: القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله. انتهى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نكف عند هذا. نعم. أحسن الله، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الرياء يكون من الشرك الأصغر أو من الشرك الخفي؟ الرياء ينقسم إلى قسمين: الرياء المنافقين الذين لا يريدون الثواب وإنما يريدون إرضاء الناس أو مباهاة الناس، وهذا محبط للعمل، محبط للعمل لأنه لم ينوي وجه الله بالعمل الصالح، إنما أراد به مدحا أو أراد به مالا أو أراد به جاها عند الناس. الأمر خطير، على الإنسان يحاسب نفسه، حاسب نفسه في قصدها ونيتها. لا بد للإنسان من أمرين: أولا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا الإخلاص لله عز وجل، فيكون عمله موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالصا لوجه الله. بهذين الشرطين يقبل العمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الشرك الخفي هو شرك السرائر؟ الشرك الخفي، أي نعم، هو شرك السرائر اللي ما يعلمه إلا الله. الشرك بالنية، وش يدرينا عن نية الإنسان؟ ما يعلمها إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف يكون الرياء أخطر وهو لا يخرج من الإسلام، بينما أن المسيح أخطر؟ الرياء الشرك الأصغر أخطر لأن الناس يتساهلون فيه، وأما الشرك الأكبر فهم يخافونه ويتجنبونه، لكن قل من يسلم من الرياء، هو خطير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا عمل المسلم عملا لله ثم أخبر الناس فيما بعد عن هذا العمل وأخبرهم بالسمعة، يقول ثم تاب بعد ذلك، هل يحبط عمله؟ من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه ويرجع إليه عمله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا رأى الإنسان بعمله ثم
دافع هذا الرياء؟ يقول هل يقبل العمل؟ هل يقبل العمل؟ اي نعم، اذا كان يعمل لله ثم طرأ عليه شيء من الرياء ثم دفعه وعاد الى الاخلاص يقبله الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم قول الرجل ما لي بعد الله الا انت؟ لا بأس بذلك، اذا قال بعد الله لا، مثل ما لي الا الله ثم انت. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعض الناس اذا حرصته على عمل معين يقول وكل الله. يقول بعض الناس اذا حرصته على عمل معين يقول وكل الله، يعني ثق. وكل الله يعني ثق اني ساعمل هذا العمل، لا باس بذلك. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز ان يقال توكلت على الله ثم عليك، أم أن التوكل عبادة قلبية؟ التوكل بهذا اللفظ عبادة، ما تصرف لغير الله عز وجل، فلا يقول توكلت على الله ثم عليك، ولكن يقول توكلت على الله ثم وكلتك. وكلتك الوكالة، ما هو بالتوكل، الوكالة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول أنت أملنا؟ أنت أملنا. أملنا؟ نعم. حسب نية القائل، إن كان يقصد أنه يكفيهم، أن هذا العبد يكفيهم ما يريدون، هذا باطل وشرك بالله. أما إن كان يقول هذا من باب إحسان الظن، قوله من باب إحسان الظن في أخيه، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول الرجل للرجل لولا أنت لحصل لي كذا وكذا، علما أن القائل يعتقد أن المسبب هو الله؟ لا يقول هذا اللفظ، هذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يقال في العمل الصالح هو ما اجتمع فيه شرطان، أم يقال ركنان؟ يقول: العمل الصالح هل هو ما اجتمع فيه شرطين أم ركنين؟ ما اجتمع فيه شرطان. ايه؟ أم ركنان؟ أم ركنان. شرطان ما هو ركنان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعذر بالجهل من قال ما شاء الله وشئت جاهلا؟ اي نعم، يعذر بالجهل ويبين له، فإذا تراجع وترك هذا اللفظ لم يضره، أما إذا لم يترك هذا اللفظ واستمر عليه لا يضره. نعم، بعد ما علم ونبه على هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من عمل ذنبا ثم استغفر ربه وتاب وبعد فترة عاد إليه، يقول هل يعد استغفاره رياء أم نقص؟ لا يعود إلى الله ويتوب عليه، إذا تاب توبة صحيحة وصادقة، ولكن غلبته نفسه وغلبه الشيطان فعاد إلى هذا العمل، لا ييأس من رحمة الله، يتوب إلى الله، كل ما تكرر منه يتوب إلى الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف يتخلص المسلم من الرياء في العبادة؟ توبة، يتخلص منها بالتوبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: معلوم أن الاستغفار من أسباب الرزق، فهل يدخل هذا العمل الصالح في عمل أريد به الدنيا؟ لا، يعني يرجو الله ويخلص له ويطلب الحلال من الرزق، لا بأس بذلك.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الثلاثة الذين ذكروا في الحديث أنهم أول من تسعر بهم النار، هل يدخلون النار قبل الكفار؟ إيه نعم، يقولون يبدأ بنا قبل الكفار، فيقال لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الشهادة لأحد التابعين بأنه ولي من أولياء الله، ألا يستلزم ذلك الشهادة له بالجنة؟ الشهادة إيه؟ يقول: الشهادة لأحد التابعين بأنه ولي من أولياء الله. ما نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على العاصي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر الشارح كتابا وعزاه لابن جرير رحمه الله، وهو كتاب التهذيب. كتاب التهذيب. تهذيب؟ نعم، يسأل عن اسم الكتاب. الله ما أعرفه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل راجع ترجمة من؟ ابن جرير. ابن جرير، راجع ترجمة ابن جرير الطبري، شوه مؤلفاته مذكورة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أن عنده وسواس قهري، يقول: ويغسل يديه كثيرا خوفا من الجن أن يصيبوه بالمرض، مع علمه الجازم أن المرض والعافية من الله، فهل هذا شرك؟ يترك هذا ويعتمد على الله، توكل على الله ويترك هذا، ويتعود إذا أحس به يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنه بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبين قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون؟ لا تعارض بينهما، المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما في شك، لكن من أراد المال والبنين ولم يخلص عمله لله عمله حابط. من عمل عملا صالحا يريد به الدنيا لم يقبل منه هذا العمل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر الشيخ في المسألة الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، ما معنى هذه المسألة؟ ما معنى هذه المسألة؟ ما هذه المسألة؟ كمال الغنى بالله عز وجل، يستغني بالله عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أشرك بالله جاهلا هل يعذر بجهله؟ إذا كان مثله يجهل هذا ولا بلغه شيء يكون من أصحاب الفترة، إذا ما بلغه شيء، عاش منعزلا ولم يبلغه شيء، يعتبر من أصحاب الفترة الذين يختبرون يوم القيامة، يرسل إليهم رسول ويختبرون من يتبعه ومن لا يتبعه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من يتصدق على الفقراء والمساكين قاصدا أن يشفي الله مريضه، حيث جاء في الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، هل هذا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ لا بأس بذلك، الصدقة يدفع الله بها البلاء، هو يقصد ثواب الله ويقصد أيضا أن يدفع الله عنه ما أصابه وأصاب ولده، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام متهم بالكهانة؟ الاتهام ما يكفي، إذا ثبت عليه أنه يعمل الكهانة فلا يصلى خلفه، بل ليس بمسلم، كاهن ليس بمسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول الرجل يا إمام الرسل يا سيدي أنت بعد الله معتمدي؟ يقول: ما حكم قول الرجل يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد سندي؟ الله؟ نعم، ما يجوز هذا اللفظ، يقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو سنده، ما هو بسنده، سنده هو الله جل وعلا. نعم. يقول: يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي؟ لا يجوز هذا، يا سندي ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف الخلاص من فتنة المسيح الدجال وقد أجر الله على يديه المعجزات؟ ما هي معجزات، هذه خوارق شيطانية، معجزات للأنبياء، المعجزات للأنبياء، فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهي معجزة، الخارق يكون معجزة لهذا النبي، وإن جرى على يد عبد صالح هو كرامة من كرامات الأولياء، وإن جرى على يد كافر أو شيطان فهو استدراج والعياذ بالله، استدراج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يؤجر الإنسان إذا وقع في البدعة بحسن نية؟ لا، ما يؤجر ولا يأثم، إذا كان جاهلا لا يؤجر ولا يأثم، إذا كان جاهلا لم يبين له ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المداهنة شرك؟ نعم. يقول: هل المداهنة شرك؟ لا، المداهنة ما تجوز، يعني ترك العمل الصالح من أجل الناس وإرضاء الناس، هذه المداهنة، ترك الواجب من أجل إرضاء الناس، هذه المداهنة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق الصور التي فيها صورة عين؟ يقول: هل يجوز تعليق الصور التي فيها صورة عين؟ صورة عين؟ عين؟ نعم. مش على شأن، يقول تعلق في البيوت والشوارع. هذه فيها عقيدة، يعتقد، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل كان أبو الحسن الأشعري يعتقد أن الإيمان هو المعرفة فقط؟ لا، الإيمان هو المعرفة، هذا عند الجهمية، أبو الحسن الأشعري ليس جهميا، ليس جهميا، وأيضا هو تاب إلى الله وأعلن توبته وأعلن أنه على طريقة الإمام أحمد رحمه الله، أعلن هذا في كتابه، في كتابيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أعمال القلوب جزء من الإيمان عند مرجئة الفقهاء؟ هل إيش؟ يقول: هل أعمال القلوب جزء من الإيمان عند مرجئة الفقهاء؟ لا أعرف هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي؟ نعم، المدعي يقيم البينة على دعواه، يأتي بالشهود يشهدون له فيما ادعاه، فإذا لم يكن عنده بينة فيحلف المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا إمام مسجد يسأل ويقول: أقرأ في صلاتي الفجر والعشاء القرآن كاملا من البقرة إلى الناس على عدة أشهر، فهل يجوز ذلك؟ لا بالله، ما يجوز هذا، لأن هذا يفتح بابا على الناس يتبعونك على هذا الشيء، ويعتبرون من لا يعمل هذا الشيء لا يصلح ولا يكون إماما. أنت فتحت على الناس بابا ما عمله من قبلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لأحد لم يدرس عند العلماء ولم يتعلم على أيديهم أن يعلم الناس في أوروبا في بيته؟ لا، ما يجوز له إذا تعلم على نفسه أو تعلم على الكتب أو تعلم على الجهال، لا يجوز له يعلم الناس. لابد يأخذ العلم عن العلماء، يأخذ العلم عن العلماء، ما يأخذه من الكتب أو يأخذه من غير العلماء المعتبرين. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.